السؤال يا ترى إيه هي الخاصية أو الشيء الجوهري في البنية الحية؟ إمتى بنسمي البنية دي بنية حية؟ يا الحقيقة أهم حاجة الشخصية والتفرد ووحدة النسيج ثم النمو بطريقة خاصة. النمو الحي نمو انبثاقي فيه وحدة نسيج، بمعنى ان انت تحط البذرة في الارض بتطلع جذر وساق وفروع واوراق وزهور وثمار، لكن كل ده بيبقى برتقان مثلا، فيه طابع البرتقان على كل خلية، ففيه وحدة نسيج في كل ده. الخلايا لما تبص لها في النهاية تلاقيها بتتكرر، هي وحدة عمالة بتتكرر، ومع كده مش بتتكرر، بمعنى ان هي بتخش في تنويعات وتركيبات وتدي تشكيل، مرة جذر مرة ساق مرة فروع مرة أوراق مرة زهور مرة ثمار، قد كده حاجات متنوعة، لكن هي تخفي في داخلها الوحدة، ان هي في النهاية في وحدة نسيج في ده كله، خلية واحدة بتخش في تنويعات.